السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي بعض الاسئله التحضيريه للامتحان بتاع الريفت، وينفع فيه المعماري وينفع فيه الانشائي. بيقول لك بيست ورك فلو وين يوزنج ماسنج تولز. طيب لو انا بستخدم الماسنج تولز ما ببداش نعمل ماس ولا ببدا اعمل الحوايط. الحوايط بتتعمل بناء على الماس. فاول حاجه بعملها كرييتنج ليفل، بعمل الليفلات بتاعتي وبعد كده برسم الماس وبعد كده برسم الحوايط. طيب السؤال اللي بعد كده، ايه التولز اللي تسمح لي ان انا اغير في الوول تايب من جينيريك 8 تو بريك اون ميتال ستاديس؟ طيب ممكن نقول له طيب سيلكتور، هختار الطيب واغيره. السؤال بعد كده، وات دروينج روف باي فوت برينت ان بلان فيو؟ كل الخطوط لازم تبقى فيها سلوب؟ لا، ممكن ولا خط او ممكن نختار خطين، يعني دي حاجه براحتنا، ممكن نلغي السلوب خالص. The proposal of call out، الكول اوت بنستخدمه في ايه؟ اللارج فيو اوف ذا موديل، يعني بنكبر الفيو. لا، بنشوف بارت من الموديل فور اكسبورت، هنصدر له اوتوكاد عشان نحط الديتيلز. لا، باوندري اراوند بارت اوف موديل، ايوه. 2D، 2D ممكن تعمل بسكشن، ممكن تعمل ببلان، مفيش اي مشكله خالص. هاو تو كرييت نيو تكست، لو انا عايز اعمل نيو تكست ستايل بعمل دوبليكيت. تمام. السلام عليكم. نموذج الاسئله بتاعت امتحان الريفت بيقول لي اني واحده من العناصر ديت ما تقدرش تعملها تاج بالتاج باي كاتيجوري. الدور لا ينفع، الفلور ينفع، الوول ينفع، فنختار all of the above. دور هاي اند دور ويتس دي عباره عن ايه؟ ده تايب ولا فاميليز ولا تمبليت ولا بارامتر؟ طبعا مش تايب الا لو احنا جبنا قلنا كتبنا كده ان الدور ده الارتفاع بتاعه ودوتس، فدي مش اجابه صحيحه، فده بارامتر لان احنا بنكتب الرقم فالشكل بيتغير. الجايد جريد اورجنايز ذا انفورميشن اوف ذا شيت اند جيف ا كومن داتوم. الجايد جريد من قائمه فيو بنقدر ان احنا نرتب بيه الفيوهات الموجوده في قلب الشتات. صح. ديتيل لاين لو احنا عملناه في 1 فيو ده 2 دي انوتيشن، فهل هيظهر في كل الفيوهات؟ لا، غلط. طيب السؤال بعد كده، which of the best description the hierarchy of the element of Revit؟ طيب هي هنلاقي ان الكاتيجوري تحتيها الفاميلي، تحتيها الطيب، تحتيها الانستنس. يعني الانستنس ده جزء من الطيب، والطيب جزء من الفاميلي، والفاميلي جزء من الكاتيجوري.